ونحتفل مع جميع أصدقائنا جلالة الملك مايسرو واللي كيقول لنا هاد الاحتفالات. ما نقدرش نصبر بعد نشوف كل شيء. هذه فرصة لنا نعبروا على حبنا للوطن وولائنا جلالة الملك مايسرو. خاصنا نكونوا فخورين بهذا النهار ونعبروا على حبنا بطريقة متميزة. جلالة الملك مايسرو ديما كيحسن حياتنا. أنا فرحانة بزاف بهذا النهار. كل شيء كيعبر على حب الوطن والوحدة. جلالة الملك مايسرو نشوف هذا الوطن الكبير وجلالة الملك مايسرو واللي كيحافظ على وحدتنا واليوم عندنا
السلام عليكم، معكم أمين مبارز مدير مركز إيد. اليوم كنتواجدوا في واحد العرس اللي صراحة كنا فيه فرحانين بزاف، فهو حفل بمناسبة عيد العرش المجيد اللي كان من تنظيم مركز إيد وجمعية نسيم وكذلك جمعية أنزا للمهاجر والتنمية، ولا ننسى مركز أوسكار وتحت يعني بشراكة مع المجلس البلدي لأكادير. كان اليوم واحد العرس اللي احتفينا به بعيد العرش المجيد وتقدموا مجموعة ديال الفقرات من طرف الأطفال، يعني تخللتهم مجموعة من الفقرات بحال المسرح بحال الأغاني بحال الرقصات، وهذا الشيء كيعكس واحد الحاجة، الحب ديالنا الكبير لجلالة الملك الله ينصره، ولا أنا يعني دائم لجلالة الملك والأسرة العلوية. وفي الختام صراحة كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الجو هذا، ويكون هذا الحفل داز يعني بواحد الطريقه اللي كتمنوا وحسن ان شاء الله. انا عائشه بن شوح رئيسه جمعيه الامل لاطفال التوحد، وحنا كنتواجدوا هنايا في المركب الثقافي الحاج الحبيب اللي ضمنات هذا الحفل بمناسبه ذكرى عيد العرش المجيد ل 25. حنا جيت سعداء بزاف بهذا الحفل هذا اللي نضموه بزاف ديال الجمعيات، اللي هي جمعيه نسيم للثقافه والفن والاعمال الاجتماعيه ومركز ايد للابتكار، وحنا جيت سعداء بزاف بهذا الحفل هذا، وكنتمنى من الشفاء العاجل الملك سيدنا ملك محمد السادس نصره الله، وكنشكر جميع الاصدقاء ديالي اللي هما تعاونوا معنا في هذا الحفل هذا. وشكرا لكم، تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.